حامد العمران قاده شغفه لاكتشاف أن الطعام الملوث بالمبيدات والمواد الكيميائية قد يكون سبباً في أمراض عدة، ليقرر بعدها أن يتفرغ للزراعة العضوية مقدما لمجتمعه منتجا خاليا من أي شكوك أو احتمالات مرضية. موسى يحيى زاره في مزرعته، التقى معه واستنطق كثيرا من الحكايات في هذا اللقاء. علم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. أنا الدكتور حامد العمران، تخرجت من كلية الطب، بعد كذا بدأت أنتقل من تخصص إلى تخصص. ما في فرق كبير بين الطب وبين الزراعة. حين سافر طبيب التخدير حامد العمران إلى تونس لحضور مؤتمر طبي، لم يكن يعلم حينها بأنه سيكتشف الكثير من الحقائق حول مسببات أمراض السرطان حول العالم، وكيف بأن الأطعمة اليومية التي نتناولها تلعب دورا محوريا في تشكل هذه الخلايا والأمراض. فقرر عند عودته أن ينشئ مزرعة عضوية خدمة للإنسان والبيئة. لما بدأت أفكر في الزراعة العضوية قررت أني أتقاعد. في 2005 كنت في تونس في لجنة التعاقد لوزارة الصحة، وكان هنالك مؤتمر في تونس في الفندق اللي موجودين فيه، يدير عن طريق الفاو، منظمة الفاو، وعن طريق الاتحاد الأوروبي، المؤتمر الأول للزراعة العضوية. فمن باب الفضول حضرت هذا، فبحضوري اكتشفت أشياء كثيرة. كثير من الأشياء اللي تصيبنا هي نتيجة الغذاء الملوث بالكيماويات، الغذاء الملوث بالأشياء هذه، وهذه بدأت تسبب كثير من الأمراض للإنسان. فكان هنالك يعني دعوة للعودة إلى الطبيعة، للحفاظ على البيئة، الهواء، الماء، النبات، التربة، الحشرات النافعة. فأنا استهوتني الفكرة كفكرة، وذهبت زرت عدد من المزارع في مهتمة بالزراعة العضوية في تونس، وبدأت الفكرة تخمر في راسي. الزراعة العضوية هي نظام إنتاج غير مسموح فيه استخدام المركبات المصنعة كالمبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية والهرمونات والمواد الحافظة التي هي في الواقع سموم نتناولها يوميا في غذائنا وتدمر صحتنا، وثبت تسببها في كثير من الأمراض الخطيرة. ولذلك جاءت الزراعة العضوية للمحافظة على صحة الإنسان والحيوان. في ما يسمى الدورة الزراعية، الدورة الزراعية ما هي؟ تبتدي الدورة الزراعية بأنه إحنا نأخذ غذاء الحيوانات من منتج عضوي، منتج لم تمسه كيماويات ولم تمسه مبيدات ولم تمسه أي بذور. يعني نحن نبتدي بالدورة الزراعية في البذرة، فلا بد أن تكون بذرة غير مهجنة وغير معالجة وغير منعوب بيجينها، وبعد كذا نزرعها ونهتم بزراعتها. ما فاض عن زراعتها بما يتغذى عليه الإنسان يرجع إلى الحيوان، فتكون دورة زراعية كاملة. نأخذ من الحيوان الروث والسمات تبعه لنعمل تسميدات طبيعية 100%، فتكون الدورة كاملة. حصلت هذه المزرعة على جائزة أفضل مزرعة عضوية بالمنطقة الشرقية لعام 2021، كما حصل الدكتور حامد العمران على جائزة أفضل مزارع لنفس العام، مما يعزز تلك الأصوات التي تنادي بأن تكون الزراعة العضوية هي الزراعة السائدة بالعالم. لبرنامج يا هلا، موسى يحيى، الدمام.